روح دخله بسرعة، ضبوا المصاري كلها، يلا بسرعة ضبوها. كارا، أنت شو جابك لعنا؟ منيح، وأنت شلونك؟ كارا، ما صار لي غير 3 شهور طالع، جاي لهون تجيب لي مشاكل على راسي؟ أوستارك، أصلاً في مشكلة فوق راسك، وأنا جاي أعطيك خبر. شو صاير؟ تركونا لوحدنا. تفضل اقعد. إيه والله. شو انت طق عقلك عم تحكي هون وهون وعلى المكشوف؟ شو عم بحكي؟ ما في هيك شيء ابدا. سيد متى ما بيعفي عن الخيانه، بس حبيت نبهك. شلون بيفكر سيد متى انه احكي؟ هن عذبوني كتير وما حكيت ولا كلمه. أوستارك، مثل ما عم لك، بما اني سمعت حكي معناها في حدا حاكي. ليك السيد متى رح يروحك، دير بالك. ليك اللي بيجيب لي كاس مشروب رح اوسه براسه. حكينا شغلة على سكر مع مرة رح نروح راسنا. ودي هذا من هون، شيله. حاضر معلم. حيلي أنا. شوي تاني كنت رح أحكي، شلون تتركني هيك وبتروح؟ يلا هلأ خلينا نروح. حكيت شي مع أبوك؟ رح أحكي، بس أبوك رح يقتلني. لحتى يقتلك أبي لازم يقتلني بالأول. يلا. يلا أوام بسرعة. جبت رجالي اللي قلت لك عنهم؟ سيدي الرئيس، بعد شوي رح يجوا الرفاق على الطريق. ليش اجيت لكان؟ سيدي المخابرات التركية التقت مع صحفيين من عنا. ايه وانت شو عرفك؟ عندك ناس في المخابرات؟ سيدي الرئيس، في جريدة عم يحكوا فيها سياسة الجمهورية التركية بشكل واضح، لولا دعم الدولة لألهم ما بيحسنوا يوقفوا بوشنا. هاي كلها إشاعات، شلون بتقدم تحليلات بالاعتماد على هيك إشاعات؟ سيدي الرئيس، نحن وصلتنا معلومات لوكالات الأخبار القريبة منا أنه بكرة رح يصير شيء، رح يقدموا تصريح صحفي ورح يقولوا المنظمة عم تأذي شعبنا وتضره، وأنه لازم تتصفى المنظمة منشان الحل. معناها بتذكروا الشباب هدول أنه ما في أي حل بدون ما تكون المنظمة، وبس المنظمة تبعنا. وخذ معك الرجال اللي عملوا الاغتيال لمرت مراد على مدار. ها، بالمناسبة بكرة بتخلصوا على هذا الزلمة. ماشي. ليش عم نستنى منكبس عليهم؟ أنا ما بحب الكبس. ليش إجينا لهون لكان؟ إجي تشوف المكان بعيني. خالي، نحن بمعزة أدنيك، ما هيك؟
آسف. بما أني صرت بإذن وحده فحدا منكم إذن المقطوعة الثانية، لا هيك انتبهوا على حالكم. يلا صفوت أعطيني التليفون. يلا هذا باسمك شيء؟ لا خالي. ألو اسمع، هون مركز الشرطة أخي. أنا بصفتي مواطن صالح حابب أني بلغكم بشغلة كتير خطيرة. أنا نهاد شاكر، في هون ناس قاعدين عم يشتغلوا بالتهريب، قاعدين عم ينهبوا دولتنا، في دخان ومشروب وكل شيء تهريب. أنا ما بدي الشباب مثلي يتسمموا بهيك شغلات ويضروا نفسهم، لكن يا سيدي إذا مصرين يتسمموا خليهم يشربوا من السم اللي بتحط له دولتنا لصاقة وطابع مالي. إيه أنت يعني شو رأيك؟ أعطيكم العنوان سيدي؟ شو العنوان هون؟ المدام إنجي فاضية شباب؟ عم تستناكم سيدي. الحمد لله على سلامتك، شلونك؟ سمعت الأخبار وصرت أحسن سيد يشار، شكرا على وقفتك معي. شو هالحكي يا مدام؟ حضرتك أمانة السيد الوالد. بالنسبة إلي الأولوية لابني، بعدين يدخل مراد السجن. رجاء اعملوا خبر عن وضع ابني. مدام إنجي إذا بتسمحي لنا نحن جايين نساعدك، بس طبعا في شي لازم تساويه. شو هو؟ لازم نركز أكتر شي على عمليات الاغتيال اللي عملها مراد إليك ولوالدك، وما تحكي عن شي تاني. شلون عم تطلبوا مني إني اسكت عن خطف ابني؟ مدام رح يدعوا إنه حالتك العقلية فيها مشكلة، مشان هيك رح يستفزوكي بشغلة ابنك، ونحن طبعا ما لازم نوقع بلعبتهم. إذا بتضلي بتحكي هيك للادعاء رح يروحوا ويجيبوا جثة الطفل ميت وبتساعدهم المدعي ليلى، ورح يثبتوا قضائيا إنه هو ابنك. خالي بتحب تفسد على الناس؟ أنا ما بحب حالي بابا، بس بحب نهاد. يعني شو منيح هذا اللي عمله؟ خالي رح يعرفوا إنه نهاد مو هو اللي عمله. رمينا هالطينة إلا ما تعلم، وهي نصيحة من خالك. نهاد بيروح وبرد بيرجع وبصير رجال مثل أبوه. شو مشتهي يصير بابا؟ خلي يصير ابن بالأول مشان يبوس إيدي. خالي نحن معادينه، كيف حيبوس إيده؟ ابني أنت ليش عم تعاكس خالك الليلة؟ ها؟ لأنه ما كبسنا عليه هون وقعدنا هون، ما عم بحسن مسك حالي. شوف 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 كيف محضر حالي مسدسات. ما شاء الله ما شاء الله، شو رأي على الحرب ابني؟ خالي منروح عم السودع تاني، خلينا نكبس عليه هون ونقوصهم. قلتك بسبب المخاوف الأمنية ألغي المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده الليلة تجمع المثقفون الأكراد في مبنى وزارة الثقافة. أراد المثقفون الأكراد أن يقدموا رؤيتهم حول ما يعاش في المنطقة ومقترحاتهم لحل القضية الكردية وإنهاء الأزمة، ولكن المنظمة الإرهابية حالت دون ذلك، وقد تلقت المنظمة في الفترة الأخيرة ضربات قاسية على يد أنصار الحكومة التركية. لهذا السبب هددتهم بالقتل من أجل أن لا يتكلموا. وبالانتقال إلى أخبار أخرى، علمنا أن ابني رحنا دقيقتين ورجعنا إمتى لحق الزواج؟ أستغفر الله. شو لك لو كتاب براني ما بتلحق؟ بابا نحن متزوجين من زمان،
وعم نستنى بيبي. شايفين فرمان أفندي، شايفين بنتي. الله يرضى عليك، تخلي لجوا صبينا شاي. يلا ابني باقي، خليك على الباب عم تحرس ودير بالك. ابني انت شو طق عقلك؟ وين لقيت هاي البنت؟ منقول لقيتها؟ انت تزوجت؟ منقول تزوجت؟ امتى حملت المرأة؟ طيب يا ابني ليش ما قلت لي؟ يعني لو قايل لك بابا كنت رح تسمح لي؟ ماشي. طيب البنت لقتك ولا انت لقيت البنت؟ انا لقيتها. وين لقيتها حضرتك؟ بابا مو كل الناس عملاء. لو كانت عميلة بتحمل حفيدك شي؟ معليش ابني، منين بتعرف انه هالولد هو حفيدي؟ لو مانك ابي كنت قوصتك براسك، واذا لساتك شاكك قوصني بنص راسي، ولك مرتي قوصها.